في إطار احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي يوم 3 أكتوبر المقبل، أعلنت المحافظة تنظيم مسابقة ملكة جمال البلح، ومن المقرر البدء في تلقي طلبات الأطفال من الفتيات الراغبات في المشاركة بالمسابقة بمقر جمعية الرعاية الاجتماعية بمدينة الخرجة ولمدة 4 أيام، على أن يكون الأطفال المتقدمون من أبناء المحافظة، وأن يكون سن المتقدمات من 5 سنوات حتى 10 سنوات، ليتم إجراء التصفية النهائية لاختيار ملكة الجمال.